حاجة تانية برضو من حيث ضبط اللغة. الراجل بيقول لي طب إلى الله، فأنا بقول لك يا سيدي ما أنا بتوب كل يوم 3 4 مرات، وكان النبي يتوب. فهو الدكتور قال لك كان بيستغفر 100 مرة فيها. طيب بنفكره بس، نقول له دكتور علي الحديث ده له كذا شكل، إنه أنه لا يغان على قلبي فأستغفر ربي في اليوم والليلة 100 مرة، وفي صيغة أخرى 70 مرة. تمام. وفي صيغة أخرى فأستغفر ربي وأتوب إليه 70 مرة. وهو يعلم دكتور علي أنه الصوفي الفيلسوف العظيم محمد بن عبد الحق بن 70 من أهل القرن السابع الهجري، هو لقبه ابن 70، كان يسأل عن سر هذا اللقب فكان يرد أنا ابن مراتب توبة النبي في اليوم والليلة. نعم. فبالتالي وفي الحديث الصحيح الندم توبة. إذن الاستغفار والتوبة والندم هي مفردات واحدة. ثم إن أنا ما كنتش بتكلم عن شخصية الرسول، أنا بتكلم على اللي بيقول لي طب عشان يوديها ناحية الاستتابة. نعم. والدكتور يعني فاهم الكلام.